أهلا بكم في حلقة جديدة من سوريا اليوم، وفيها التحالف الدولي يقيد مهنا الطلاع قائد مغاور الثورة، وتحرير الشام تستعد لفتح معبر مع نظام الأسد في سراقب، وارتفاع حدة التوتر بين الجارتين أنقرة وأثينا. تغيرات هي الأولى من نوعها منذ تأسيسه. يشهد مغاور الثورة العامل في منطقة 55 وقعة التنف العسكرية تغيرات على مستوى القيادة، فيعز التحالف الدولي بعزل قائد الجيش مهند الطلاع ويعين بدلا عنه فريد القاسم قائد لواء شهداء القريتين دون أن يعلن بشكل رسمي. قرار التحالف يثير سخطا بين عناصر الجيش وقادته الميدانيين، ما يطرح تساؤلات حول هذه الخطوة وتوقيتها في الوقت الذي تشهد فيه قواعد التحالف هجمات متفرقة منذ عدة أشهر. في محورنا الثاني، تكثر التكهنات والتوقعات حول التحركات التي تشهدها مناطق التماس الفاصلة بين المعارضة والنظام. تقول مصادر محلية أن هيئة تحرير الشام تستعد لفتح معبر سرمين الخاضع لسيطرتها وسراقب الخاضعة لسيطرة النظام، وذلك بعد أيام من اختبار أجرته فصائل الجيش الوطني لمعبر أبو زندين بهدف إعادة فتحه مع مناطق النظام. فهل تستطيع فصائل المعارضة اتخاذ هذه الخطوة بعد أن لاقت رفضا شعبيا خلال المحاولات السابقة؟ في محورنا الأخير، بعد جولات من الحرب الباردة بين أنقرة وأثينا يستمر التصعيد بين الجانبين، فترصد المسيرات التركية تحركات عسكرية يونانية قرب جزيرتين في بحر إيجا المنزوعة السلاح وفق اتفاقيات دولية، وتكشف الصور مدرعات يونانية حصلت عليها أثينا من أمريكا. فهل تكون التحركات الجديدة سببا لرفع حالة التوتر؟ وما هي ردود فعل أنقرة المتوقعة؟ عزلت القيادة المركزية الأمريكية قائد جيش مغاور الثورة العميد مهند الطلاع من قيادة الفصيل المتمركز في قاعدة التنف العسكرية إلى جانب قوات التحالف الدولي جنوب شرقي البادية السورية، وعينت بدلا عنه النقيب فريد القاسم قائد لواء شهداء القريتين في خطوة هي الأولى منذ تأسيس مغاور الثورة. بين النفي والتأكيد يعز التحالف الدولي في قاعدة التنف بتنحية قائد جيش مغاوير الثورة مهند الطلاع عن قيادة الفصيلة وتسلم محمد فريد القاسم قائد لواء شهداء القريتين بدلا عنه في خطوة هي الأولى منذ تأسيس جيش مغاوير الثورة على يد التحالف الدولي عام 2015. تعددت الروايات وتضاربت الأنباء حول أسباب العزل وطريقة الإعلان، فلم يصدر التحالف الدولي أي تصريحات رسمية. وتقول مصادر محلية لتلفزيون سوريا إن قرار العزل تم في غياب الطلاع الذي يجري زيارة إلى تركيا قادما من العراق بعد فشله بالتعامل مع التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الركبان ومنطقة 55 التي يسيطر عليها مغاوير الثورة بقيادة التحالف الدولي وفق مصادر تلفزيون سوريا. القرارات الأخيرة على ما يبدو لم ترق لعدد من العناصر والقادة الميدانيين في مغاوير الثورة الذين أعلنوا رفضهم القرار محتجين على عزل مهند الطلاع وتعيين القاسم بدلا عنه. التغيرات الأخيرة يحيلها البعض إلى تغيرات في تكتيك التحالف الدولي الذي أجرى بدوره تغييرا في قيادة القوات العسكرية لغرفة عمليات العزم الصلبة التي يقودها التحالف ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق، والتي تمثلت بتعيين الضابط الأمريكي ماثيو ماكارفلين بدلا عن جون برينيان في مراسم عسكرية أجرها التحالف الدولي في مقر القيادة العسكرية بعد سلسلة من العمليات التي استهدفت قواعد التحالف في التنف وقواعده العسكرية شمال شرقي سوريا. فما هي دلالات التغييرات الأخيرة التي تشهدها قوات التحالف ووكلاؤها المحليون؟ وما مدى انعكاس تلك التغيرات على مجريات الأحداث في الميدان؟ ونرحب بضيفنا في المحور الأول العميد إسماعيل أيوب محلل عسكري من عمان، ونرحب أيضا بضيفنا من شان لأورفة التركية الصحفي خالد الحمصي. مرحبا بكم، أبدأ معك خالد. حتى اللحظة لا يوجد أي بيان إن كان من مغاوير الثورة أو من قوات التحالف الدولي العاملة في المنطقة عن هذا الخبر الذي يقول بأن
قيادة جيش مغاور الثورة الممثلة بالعميد الطلاع تم عزله. طيب هل هناك أي تأكيد لهذا الخبر أو معلومات إضافية حول ما جرى؟ تحياتي لك أستاذ أصلان وضيفك الكريم أيضا والأستاذ المتابعين والمشاهدين جميعا. يعني حقيقة حسب المعلومات اللي حصلنا عليها من قبل قياديين نقول يعني في جيش الثورة منطقة 55 التنف السوري أكدت هذه المعلومة، أكدت أن العميد مهند الطلاع قد غادر المنطقة قبل 3 أيام توجها إلى فيها في زيارة يعني عائلية أو هي زيارة دورية يقوم بإجرائها على كل حال يعني. وأثناء وصوله إلى تركيا صدر أمر بشكل مفاجئ من قبل قيادة التنف التابعة لقوات التحالف الدولي بعزل مهند الطلاع وطرح اسم بديل الاسم الذي طرح طبعا هو النقيب فريد القاسم. طبعا هذه الخطوة لاقت رفضا كبيرا من قيادة جيش مغاوير الثورة أولا وأيضا قيادة منطقة 55 المتمثلة بباقي الفصائل المتواجدة هناك فصائل الجيش الحر والتي تعمل أيضا كقوات رديفة لقوات التحالف المتواجدة في منطقة التنف السوري. يعني هذه المعلومات أكدت اليوم وأنا يعني على اطلاع يعني من شخصيات مقربة أيضا من العميد مهند الطلاع أكدت هذه المعلومة وقالت أن التحالف الدولي يعني هو لم يقل بتعيين النقيب فريد يعني العميد مهند الطلاع لم يكن على دراية بهذا الموضوع، هو كان في جولة ثم تفاجأ بالموضوع، هكذا أفهم من كلامك. نعم. طيب ما هي الأسباب؟ يعني المصدر المقرب من العميد مهند الطلاع أن تجري على ما يرام وتفاجأ مثله مثل أي أحد آخر تفاجأ بهذا القرار الفجائي أو المفاجئ يعني على وجه الخصوص، وبالأخص في المرحلة الأخيرة حيث كانت تقوم قيادة جيش مغاوير الثورة بالاستعداد بعمليات ربما قادمة أو تحضيرات عسكرية وتدريبات وإلى ما هنالك. يعني لم تصرح لحد هذه اللحظة القيادة الأمريكية المتواجدة في التنف السوري حول هذا القرار المفاجئ والعاجل الذي طرأ بشكل مباشر في غياب أو استغلوا غياب يعني لنقول مهند الطلاع عن المنطقة ليقوم بتعيين أو الإعاز بتعيين فريد القاسم بدلا عن مهند الطلاع. وذكرت وأذكر أيضا قبل ساعة يعني تقريبا كان هناك وقفة احتجاجية للأهالي، طبعا الأهالي أغلبهم المتواجدين هناك. سنأتي إلى هذه الجزئيات خالد وسأعود إليك. نعم، لكن أريد أن نناقش تداعيات هذا الموضوع مع العميد إسماعيل أيوب. يعني على ما يبدو أن قوات التحالف لها تأثير كبير حتى بالتعيينات داخل فصيل مغاوير الثورة، ما هي تداعيات هذه التعيينات الجديدة وقرارات التحالف؟ على أي أساس بنيت أيضا بتحليلك؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لك أستاذ عثمان وللسادة المشاهدين ضيفك الكريم. يعني تعودنا في كل الميليشيات التي تتشكل في الكرة الأرضية وخاصة في منطقتنا أن هذه الميليشيات هي قوات رديفة لقوات الدول العظمى، وهذه الميليشيات تأخذ أوامرها وتأخذ تراتبيتها من الدول العظمى التي تقودها. نتكلم الآن عن فصيل مغاوير الثورة وفصيل مجند أو محتوى ضمن منطقة 55 تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف في طبيعة الحال. أنا لا أعتقد أن عزل الأخ مهند الطلاع أتى نتيجة يعني انتهاء مهمة أو تراتبية عسكرية أو ما إلى ذلك. ما أعتقد سبب أن برأيك؟ هناك نوع من الخلافات الشخصية. يعني مهند الطلاع مفروض أن يكون لو تابع خدمته عميد وأكثر، وهو شخص متعلم مهندس يعني ضابط مهندس، خلال خدمته في هذه المنطقة كقائد لميليشيا مغاوير الثورة ربما يكون قد تبلورت له شخصية على الأقل قوية ضمن العناصر التابعين له ومعظمهم من منطقة الفرات الشرقي ريف دير الزور الشرقي. يعني أعتقد أن هناك خلاف شخصي مع، كما تعلم أن منطقة 55 يوجد فيها قوات بريطانية، يوجد فيها قوات نرويجية، قوات أمريكية. أعتقد أن هناك خلاف شخصي بينهم وبين أحد الضباط القادة من دول التحالف
نتيجة الخروقات الأمنية التي حصلت مؤخرا في الشهر الماضي، طائرات مسيرة التي هاجمت، وأيضا قبلها كان هناك قصف روسي لمنطقة قريبة من مخيم ركبان، وأيضا نشر العناصر وتوسيع منطقة 55 ونشر عناصر على تخوم هذه القوات، وأيضا ملاحقة فلول ميليشيات الإيرانية. أعتقد أن حدث هناك أمر تكتيكي أراد مهند الطلاع أن يقوم بدور معين ضمن هذه المنطقة، لكن سياسة الانتشار في تلك المنطقة لا يستطيع أن يفرضها مهند الطلاع، تفرضها الدول التي تقود هذه المنطقة، التي تكشف هذه المنطقة، التي تحتوي القوات الموجودة بداخل هذه المنطقة. وبالتالي أعتقد أن تغيير مهند الطلاع إذا كان هذا الأمر حقيقي بالفعل هو ناتج عن خلاف بالآراء وإصرار مهند الطلاع على تنفيذ مهمة معينة أو أمر معين بخلاف ما يريده القائد الأعلى في تلك المنطقة، وبالتالي هنا يمكن أن يكون عزله منطقي من الناحية العسكرية. وتعيين شخص آخر هذا لا يعني بشكل أو بآخر أن هناك يعني ترك أو تهميش لفصيل مغاوير الثورة من قبل قوات التحالف، هو ذراع محلي ينفذ أجندة أمريكية بالدرجة الأولى لمنطقة 55، والتغيير مهند الطلاع لا يؤثر كثيرا على مهام هذه القوات وعلى كينونة هذه القوات وعلى المهام المستقبلية لهذه القوات. أعتقد أنه محض يعني تغيير قائد لا أكثر. نعم، أعود إليك خالد. كانت هناك أنباء تتكلم عن عدم رضا من عناصر جيش مغاوير الثورة عن هذا القرار، هل هناك من معلومات عن التحركات التي تجري حاليا أو الاعتراضات التي تجري؟ يعني صراحة ذكرنا يوم أمس حصل هناك اجتماع تشاوري بين قيادة مغاوير الثورة المتواجدة حاليا في منطقة التنف السوري لمناقشة قرار قوات التحالف الدولي بتعيين المفاجئ بعد غياب العميد مهند الطلاع. طبعا كان هناك رفض كلي او جماعي يعني من كافه القياديين المتواجدين هناك بتعيين النقيب فريد قاسم، طبعا لاسباب تتبع لطبيعه المنطقه على ما يبدو، او ان النقيب فريد قاسم كان من القوات الرديفه كما ذكرنا وليس من القوات المتواجده مع قوات التحالف الدولي اساسا، وهذا كان سبب رئيسي لهذا الاعتراض اولا. وثانيا يعني الخلفيه العشائريه او المناطقيه الطابعه على العناصر المتواجدين بكل حال في جيش مغاوير الثوره، يعني هذا قد يكون احد الاسباب يعني بشكل او باخر. طبعا حتى اهالي المنطقه ذكرت قبل ساعه من الان كانوا متواجدين امام قاعده التحالف الدولي هناك معتصمين ويندبوا بتعيين او بقرار تعيين فريد القاسم. ذكر لنا مصدر عسكري أيضا من قاعدة التنف أن قرار التحالف الدولي قد تم إيقافه لمناقشته يوم غد في اجتماع سيحضره أحد مندوبي القيادة العسكرية الأمريكية في العراق في قاعدة التنف للتشاور من جديد حول إمكانية الشخص الذي ممكن أن يكون بديل عن مهند الطلاع. لكن نعود ونؤكد أن قوات التحالف الدولي قد اتخذت قرار قطعي ونهائي بعزل مهند الطلاع عن قيادة المنطقة وقيادة جيش مغاوير الثورة، والآن يجري. نعم. طيب خالد، هناك يعني هناك أنباء تكلمت بأن العزل جاء على خلفية فشل مهند الطلاع بمهام معينة منوطة به، وأثناء قيادته فشلت يعني قوات مغاوير الثورة بحراسة قواعد التحالف في المنطقة، يعني مهمتها هي حراسة قواعد التحالف وفشلت في هذه المهمة من خلال الخروقات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة. يعني حقيقة لو اتجهنا إلى الناحية الميدانية في المنطقة بكل حال، القوة العسكرية التي يمتلكها جيش مغاوير الثورة هي أبدا لا تقاس ولا تقارن بالقوة العسكرية المتواجدة لدى قوات التحالف الدولي، فالأجدر بذلك قوات التحالف الدولي هي من تقوم بصد مثل هذه الهجمات سواء تتعرض لها في منطقة التنف أو حتى في كافة قواعدها المنتشرة في عموم سوريا أو كان في العراق. يعني في العراق تتعرض بشكل يومي لقصف ممكن لقواعدها أو مراكز تواجدها، وكذلك الأمر في منطقة التنف. فيعني هذا لا يكون العاتق الأكبر على قوات مغاوير الثورة في صد هذه الهجمات أو حماية قواعدها.
أو حتى الخروقات الأمنية، أو ربما نقول يعني هناك خروقات أمنية على الصعيد البري هذا وارد يعني، أما على الصعيد القصف تعرض له قاعدة التلف، فهي تعرضت لقصف بطيران مسير، وتعرضت لقصف بصواريخ بعيدة المدى، وفي الفترة الأخيرة أيضا طائرة روسية تنسيق قوات التحالف استهدفت أحد المقرات العسكرية هناك. يعني هذه الهجمات الأخيرة يعني لو تحدثنا أنها قد تكون سبب يعني القوة العسكرية بيد جيش مغاوير الثورة لا تكفي لصد مثل هكذا هجمات. يعني تعرف هذه المواجهة الجوية يعني تحتاج إلى أسلحة متطورة، إلى مضادات جوية، إلى هنالك من السلاح اللازم لصد مثل هكذا هجمات. فلذلك أنا من وجهة نظري ومن خلال التواصل مع قيادات في المنطقة هناك لم يضعوا اللوم في الأمر على موضوع الاستهدافات الأخيرة أو ما شابه، لكن عما يبدو أن قوات التحالف لديها استراتيجية جديدة في المنطقة، لديها تغيرات قادمة أو قد تطرأ بشكل أو بآخر بالفترة القادمة، وقيادة جديدة لاستقطاب المزيد من العناصر ربما، أو لعملية التوسع التي تسعى إليها بين الحين والأخرى في المنطقة على حساب مثلا الطرف الإيراني، أو على حساب مواجهة فلول لتنظيم داعش في المنتشرة في البادية السورية عموما. نعم. والمصدر المقرب يعني هذه المعلومة أن تطلع كان هناك بينه وبين أحد التابعين لقوات التحالف حول إمكانية افتتاح معبر يصل قاعدة التنف بمنطقة العراق لخط إمداد عسكري أو مدني أو إلى ما هنالك، وكان هناك رفض قاطع لهذا الأمر. قد يكون هذا أسباب الغير معلنة حقيقة، يعني لا يمكن الجزم بهذا الأمر بشكل مطلق حتى يصدر تصريح رسمي سواء من القيادة العسكرية التابعة لجيش مغاوير الثورة أو حتى من قيادة التحالف المتواجدة في المنطقة. عميد إسماعيل، برأيك كيف سوف يؤثر هذا القرار على مغاوير الثورة كفصيل، خصوصا بأن الحديث الآن عن معارضة من قبل بعض العناصر، عن حالة معينة تنذر بانشقاق، أم أن الأمور سوف تسير وكأن شيئا لم يكن برأيك؟ لا، أنا برأيي مهند طلع له تأثير على الأقل على عناصره الذين يعني بقوا معه منذ سنوات طويلة، يعني منذ تشكيل هذا الفصيل عام نهاية نوفمبر 2015، ومعظمهم يعني من قريته ومن القرى المجاورة لقريته على نهر فرات في ريف دير الزور الشرقي. يعني ربما التأثير سيكون لاحقا مستقبلا، لأن هؤلاء يعني يرون في مهند طلاع هو القائد الأوحد وهو الذي يعني مشوا في ركابه، والذين بقوا معه، والذين يعني يحملون مشروعه. وكان مشروع لواء مغاوير الثورة عندما تحالف مع الأمريكان أن يتجه شمالا وصولا إلى البوكمال والبصيرة والعشارة وتلك المناطق، لكن في تلك الحقبة أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية هذا المشروع، وأبقت الفصيل في هذه المنطقة لمحاربة داعش. لكن أنا أرجح أن يكون هناك نوعا من، لا أقول تمرد، لكن من الرفض، حالة الرفض لإقالة مهند طلاع. وأصر على أن إقالة مهند طلاع إذا كانت حقيقية هي ناتجة عن خلافات بالرأي. ربما يكون هناك مخالفا مهند طلاع لأحد القادة الميدانيين الأمريكان أو الإنجليز أو ما إلى ذلك، أدى إلى احتدام بالرأي وإصرار مهند طلاع على تنفيذ رؤية معينة أو خطة معينة، والقرار الأمريكي أو التحالف كان بعكس ذلك. إصرار مهند طلاع أدى إلى ذلك. نحن نعلم أن مهند طلاع ضابط قديم قائد لهذه الميليشيا التابعة لقوات التحالف، وله دور رئيسي في حماية المنطقة. برز في الآونة الأخيرة مقالات أو أخبار تفيد بنشر قوات مغاوير الثورة على الحدود الأردنية السورية لحماية المملكة من تهريب الحشيش والمخدرات التي تقودها الميليشيات الإيرانية. ربما يكون اقتراح مهند طلاع على القوات الأمريكية هي ملاحقة، كما تلاحق فلول داعش هي ملاحقة الميليشيات الإيرانية التي تلجأ إلى مطار السين، والقوات التحالف تمتلك كل وسائل لضرب هذه الميليشيات حتى ضمن مطار السين. لا أعتقد أن هناك خلل على المستوى البري الذي تقوم به ميليشيا مهند طلاع،
لكن هناك ربما يكون خلل في كشف المسيرات البلاستيكية التي تصل إلى منطقة 55، ولا تستطيع الرادارات حقيقة المتطورة كشف هذه المسيرات التي لا يتعدى طول المسيرة منها 50 سنتيمتر، وتحمل يعني قطعة غرامات أو كيلوغرامات من الأسلحة. هذه ليست مهمة قوات مهند الطلاع للتصدي إليها. لا أعتقد أنه حصل هناك فشل بري من هذه القوات، لذلك وصل على أن إقالته ربما يكون احتدام بالرأي بينه وبين قائد أمريكي أو قائد إنجليزي ما إلى ذلك، وربما يكون أعطوه فرصة لكي يذهب ويقضي إجازة حتى يتم حل المشكلة التي حصلت ضمن في هذه الفترة مع القائد في منطقة 55. وكما قلت يعني هناك تطلع لعناصر مهند الطلاع للذهاب شمالا على الحدود العراقية السورية والوصول إلى مناطقهم، لكن مع يعني إصرار الأمريكان أن يبقوا في هذه المنطقة وأن يحاربوا فقط يعني داعش، ربما يكون هناك تداعيات لإقالة مهند الطلاع، وربما يتفكك هذا الفصيل في حال إقالة مهند الطلاع نهائيا من مهامه في منطقة 55. على كل حال ستبقى معنا العميد إسماعيل أيوب المحلل العسكري ضيفنا في هذا المحور، ستبقى معنا في المحور الثاني. أشكرك في هذا المحور ضيفنا من أورفا الصحفي خالد الحمصي. فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا.